في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيس بضغوط هبوط أسهم القيادية خلال جلسة المزاد، فيما ارتفع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100 وسط تداولات مرتفعة. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 833.645 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 18% ليغلق عند مستوى 12600 نقطة. في المقابل ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة. هذا وقد صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال. أستاذ حسام، بعد التحية، كيف تقيم أداء البورصة اليوم وحجم التداول للأسهم؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. طبعا زي ما تابعنا في جلسة النهاردة شفنا فيه أداء إيجابي لأغلب الأسهم القيادية وللمؤشر الرئيسي أيضا في بداية التعاملات، وصعد المؤشر الرئيسي بأكثر من 170 نقطة في بداية التعاملات، ولكن سرعان ما حدث عمليات بيع وجني أرباح من قبل المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية أو مستوى المقاومة الرئيسي تحديدا وهو الـ 12800. ده الأمر اللي انعكس سلبا على أداء المؤشر في وسط التعاملات، وأدى ودفع المؤشر إلى تقليص مكاسبه والإغلاق بالمنطقة الحمراء بنهاية التعاملات بهبوط طفيف قدره 22 نقطة. ولكن الإيجابي بجلسة اليوم إن الانخفاض يعني محدود وليس يعني انخفاض بشكل كبير، وأيضا أغلق المؤشر عند مستوى دعم رئيسي مهم جدا للمؤشر وهو الـ 12600 بعد رحلة صعود قوية جدا وأداء إيجابي قوي جدا استمر لأكثر من 10 جلسات. ولكن يعني هو أمر طبيعي أن نلاحظ أو تبدأ عمليات جني أرباح رأس مالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر الرئيسي من قبل المؤسسات العربية والأجنبية. لكن إن شاء الله استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي الـ 12600 نشوف فيه عودة مرة أخرى لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي الـ 12800. طيب استاذ حسام، يعني البورصة ارتفعت في ختام يعني التداولات نتحدث يعني عن أكثر من 5 مليارات جنيه. برأيك أو بالتحليل الفني والمالي، ما الأسباب وراء هذا الارتفاع؟ يعني عندنا عدة أسباب تأتي أو دفعت المؤشرات نحو الارتفاع، وأهمها وأبرزها هي مرونة السياسة النقدية. طبعا زي ما تابعنا كده في خلال الاسبوعين الماضيين شفنا في تحرير وتحريك لسعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبيه، ده ادى الى مزيدا من ثقه الاموال المستثمره الاجنبيه في سوق المال المصري بصفه عامه، وده اللي انعكس ايجابا على اتجاه المؤسسات الاجنبيه. شفنا في اتجاه المؤسسات الاجنبيه ضخ سيوله ماليه بالقرب من مستويات الدعم الرئيسيه للمؤشر الرئيسي، وده الامر اللي انعكس ايجابا على اداء المؤشر خلال الفتره الماضيه. وايضا بعض الاصلاحات الهيكليه التي تمت وحدثت في سوق المال المصري، منها يعني الغاء العمليات والاكتفاء بعمليات التسجيل العكسي للعمليات التي يثبت الفحص ان بها شبه التلاعب، بعد ان كان في الوقت السابق بنشوف في الغاء للعمليات كافه العمليات المنفذه على بعض الاسهم تحديدا، وده فقد بعض الثقه للمستثمرين سواء المحليين او الاجانب. اعتقد ان يعني تغيير اليه الغاء العمليات او التنفيذ العكسي للعمليات التي يثبت الفحص ان بها شبه التلاعب وتؤثر على سلامه عمليات التداول، ده ادى الى زياده الثقه للمستثمرين سواء مؤسسات او افراد اجنبيه او محليه في السوق المصري مره اخرى. اخيرا استاذ حسام، يعني كيف انعكست الاشادات الدوليه من قبل يعني مؤسسات اقتصاديه دوليه بالاقتصاد المصري، انعكاس ذلك على اسواق المال وعلى طبيعه تشجيع المستثمرين للدخول للاستثمار في البورصه المصريه؟
يعني هي الإشادات الدولية من المؤسسات المالية الدولية زي صندوق النقد الدولي، يعني أعتقد إن هي بتبقى إنديكيتور أو عامل مساعد كبير جدا لدخول المؤسسات أو دخول الأموال المستثمرة مرة أخرى في سوق المال المصري. وعندنا أيضا بعض التقارير اللي بتصدر عن وكالات الائتمان أو التصنيف الائتماني العالمي زي وكالة فيتش، زي وكالة موديز أيضا التي أصدرت آخر تقرير بيها عن الاقتصاد المصري بأنه قادر على الإبقاء في منطقة بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. ولكن أيضا كان في بعض المؤسسات أصدرت بعض البيانات أو تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وده كان مدفوع بالأزمة العالمية الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا وصعوبة الاقتصادات للدول الناشئة في مواجهة هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة. ولكن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق نسب النمو المرتفعة التي توقعها أغلب المؤسسات المالية الدولية، وده اللي أدى إلى دخول بعض الاستثمارات أو اتجاه الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى بعد أن شهدنا خروج الاستثمارات الأجنبية بسبب الأزمة الجيوسياسية الراهنة التي بدأت منذ بداية العام. ولكن شفنا في عودة مرة أخرى للأموال الأجنبية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بأكثر من 7 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، وإن شاء الله نشوف مزيدا من ضخ الأموال المستثمرة الأجنبية من قبل المؤسسات، وإن شاء الله نشوف في عودة مرة أخرى للمؤشر الرئيسي لاستعادة مستويات المقاومة الرئيسية، وإن شاء الله نشوف تحقيق لمستويات قياسية مرة أخرى للمؤشر الرئيسي. الأستاذ حسام عيد خبير أسواق المال، شكرا جزيلا لك.